السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا على يوتيوب. أنوبيس، من هو أنوبيس؟ كان المصريون القدماء يعتقدون بأنه إله للموتى، وهو ذو رأس لابن آوى، يلفظ في اللغة الهيروغليفية باسم إمبو أو أنوب أو إمبو، كما يعرف أيضا بسخم إمبيت. وسخم إمبيت أو أنوبيس وجدت صلوات له منحوتة في المقابر القديمة جدا في مصر في كتابة أوناس السطر 70، حيث يتم تشريكه مع عين حورس. نعوذ بالله جميعا من الشرك. وفي الجزء الأخير من الفيديو ستجدون مفاجأة أن المصر القديم لم يكن وثنيا مطلقا. أنوبيس ده كان بيخدم كدليل للموتى وحارس للدنيا السفلى، فهو إله للموتى وإله للتحنيط. وفي رأيهم أنه كان يحمي مقبرة المصريين القدماء، وكان الشخص الذي يفتح الأبواب للعالم الآخر. أما أصل أنوبيس فقد تنوعت الأساطير وفقا للأوقات ووفقا لمن يحكم. ففي وقت مبكر كان يصور باعتباره ابن رع. أما في نصوص التوابيت التي كانت مكتوبة في الفترة الانتقالية الأولى من 2181 ل 2055 قبل الميلاد، فأنوبيس هو ابن كل إما الإلهة ذات شكل البقر حيسات أو بستد والتي تحمل رأس، ولكنهم ملوك فراعنة يونانيين بطالمة. يقوم كل واحد منهم بإدخال جزء للأسطورة. فهناك من قال أنه ابن غير شرعي من نفتيس وأوزوريس، وهذه القصة يرى جورج هارت بأنها محاولة لدمج الإله أنوبيس المستقل في أسطورة إيزيس وأوزوريس على ورق البرد المصري في الفترة الرومانية من 30 ل 380 قبل الميلاد. دعا ببساطة أنوبيس ابن إيزيس. ولو بصينا لتمثال هيرمانوبيس فهي مزيج من أنوبيس والإله اليوناني هرميز، وموجود في متحف الفاتيكان. وفي العصر البطلمي في الفترة من 350 ل 30 قبل الميلاد، عندما أصبحت مصر مملكة هيلينستية يحكمها الفراعنة اليونانيين، تم دمج الإله أنوبيس مع الإله اليوناني هرميز من وجهة نظره، فأصبح هيرمانوبيس، واعتبرت كليهما آلهة مماثلة لأنهم كل منهم يقود الأرواح إلى الآخرة. أريد أن أعطيكم معلومة عن الحساب بعد الموت عند الفراعنة. في جزء من كتاب الموتى لحون نفر، هذا الكتاب حوالي 1275 قبل الميلاد، بتبين عملية وزن قلب حونفر في الميزان والمقارنة بريشة معد، ومعت هي الحقيقة والعدل والاستقامة. ويقوم بعملية الوزن الإله أنوبيس، ويقوم الإله توت بتسجيل نتيجة الميزان. فإذا كان قلب الميت أخف من الريشة سمح له بالحياة في الآخرة، أما إذا كان قلب الميت أثقل من شيء من ريشة العدالة معت، فمعنى ذلك أن الميت كان جبارا عصيا وكاذبا والعياذ بالله في حياته في الدنيا، يفعل المنكرات عندئذ يلقى بقلبه ويلتهمه الوحش الخرافي عمعمود والمنتظب بجانب الميزان، وتكون هذه هي نهايته الأبدية.
كما هو موضح في السورة. والسؤال الآن، أنوبيس لما كان على هذه السورة؟ لماذا اختار المصري القديم ابن آوى كفصيلة من أنواع الكلاب ومثله في هيئة أنوبيس رب الجبانة والتحنيط والمعتني بالمومياء إلى آخره؟ الموضوع ببساطة إن في بداية من قبل الأسرات كانت الأشخاص بتترك جثث الموتى في الصحراء، سواء منهم من يدفنها في الرمال ومنهم من يتركها بوضعها في الشمس على الرمال. فلاحظ المصري القديم عملية تحلل الجثة، وهذا لم يرضيه نفسيا بالطبع. وأحس أنه شيء مؤلم. ولاحظ أيضا المصري القديم بأنه عندما يأتي حيوان ابن آوى ويقوم بالتهام الجثة، فإنه يقوم بالتهام الأمعاء وما بداخلها، لأنها تحتوي على كل المواد السائلة التي يريدها لتساعده على العيش. فعندما رأى المصري القديم التهام ابن آوى للأمعاء جميعها، وجد بأن الجثة لم تتحلل بسرعة كما تحللت وهي مكتملة، وحافظت الصحراء وطقسها الجاف على الجثة لأطول فترة ممكنة. ولذلك عندما بدأوا بتحنيط جثثهم قاموا بانتزاع كل الأمعاء بالإضافة إلى المخ، ووضعوها في الأواني الكانوبية مع الراتينج لكي يحفظوا الجثة لأطول فترة ممكنة. وقرر المصري القديم أن يأخذ ابن آوى، رمز من رموز الجبانة والمعتني أيضا بالمومياء، بل وربا للتحنيط. المصري القديم لم يعبد حيوانا، بل اتخذ منه رموزا فقط. والقدماء هم أول من اعتقدوا أن القلب هو مصدر العاطفة والحكمة والذكريات والإرادة. وبعبارة أخرى، القلب هو المركز ومكان التحكم، منزل الخير والشر، والجهاز الذي يتحكم بسائر أفعالنا، وليس الدماغ، حيث لم يكتشف ذلك إلا في القرن 18. ومن الغريب أننا حتى الآن نربط القلب بالحب، فنقول قلبي يحبك، أو هام قلبي بك حبا، بينما بعض العلماء يقولون أنه مضخة تعمل على تصفية الدم دون توقف. ولعل العلم يكتشف الجديد بالنسبة للقلب. وقد أطلق على القلب في اللغة المصرية القديمة اسم إيب أو إيب، وكان المرض عندهم هو مرض القلب، فهو الجامع والمحرك لسائر الأبدان. حتى أنهم كانوا في عملية التحنيط يتخلصون من الدماغ ويبقون على القلب، فقد كان بحسب معتقداتهم مفتاحا للحياة الأخرى، وسينجو بعد الموت، يشهد على صاحبه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وصنعوا له التمائم، واعتقد أنه سيوزن في الميزان من قبل أنوبيس، والذي يمثل في الصورة برأس حيوان ابن آوى، وذلك في طقوس خاصة كما تظهر ذلك بالصور التي أريتها لكم والرسوم التي وصلتنا عنهم. فإذا كان وزنه أثقل من ريشة معت أي العدالة، معنى ذلك أنه به شيء ولو قليل من الذنب، فيلتهمه الوحش عميد أو عمعمود. فمن هو عمعمود أو عميد؟ عميد أو عمعمود هو كائن أسطوري برأس تمساح وجسد أسد وفرس نار، وعلى الفور إن كان قلب الميت أخف من الريشة أي خالي من الذنوب، كتبت لصاحبته النجاة وفاز بالجنة. أما إن كان أثقل فيؤمر عمعمود هذا الكائن الأسطوري
الذي له رأس تمساح وجسد أسد وفرس نهر بأكله على الفور. وكانت للألوان دلالة عند المصري القديم، فاللون الأخضر يرمز للحياة النباتية والبعث والثمار والصحة والفرح. وكان أوزوريس يصور باللون الأخضر حيث كان في الأصل إلها للنباتات في الأرض قبل أن يموت ويعود للحياة كإلها للموتى. أما اللون الأسود وكما هو الحال في مصر إلى اليوم يرمز إلى الموت والعالم السفلي، وكثيرا ما يصور أوزوريس وأنوبيس ملك الموت باللون الأسود لارتباطهما بالأحداث الجنائزية. وقد اختار قدماء رمز هذا الكلب عديم الشعر، والشهير الآن بكلب الشلولو المهيب عديم الشعر، وهو حاليا يعتبر من السلالات التي تربى في المكسيك. الغريب أنهم اختاروه وسموه الإله أنوبيس إله الموت والتحميد. الأغرب أن حضارة الأستيك اختارته مرشد للموتى للعالم السفلي. ارتباط غريب ما بين الحضارات. ولنتكلم قليلا عن كتاب الموتى. فما هو كتاب الموتى الشهير بنصوص الأهرام؟ هو مجموعة من الكتابات التي توضع مع المتوفى في المقبرة، كتبها المصري القديم بداية على أوراق البردي ثم بعد ذلك على جدران مقبرته. عرفها بعضهم على أنها تعويذ وتمائم سحرية. ده دليل على جهل هؤلاء البعض من العلماء بحضارتنا العظيمة. فبالنظر إلى طبيعة هذه النصوص ستكون مفاجأة كبيرة لمن يعرفون القليل عن المصريين القدماء. فقد اتفق الكثيرون على أن الحضارة المصرية لم تأتي من فراغ. عرفنا أنها لم تكن حضارة وثنية في بدايتها، وأنها كانت مؤمنة تماما بما نؤمن به حاليا، وأنه يوجد خالق واحد لهذا الكون. إذ إنهم آمنوا بالبعث على غير عادة الشعوب الأولى، آمنوا بالتوحيد. ونرى أن هناك ما سجل في التاريخ عن إخناتون وثورته الدينية، وهناك المزيد من العجائب سنحاول أن نشرحها في فيديوهات قادمة. نصوص كتاب الموتى ما هي إلا مجموعة من النصوص الدينية التي تصف للمتوفي العالم الآخر وماذا سيفعل به وماذا سيجد أمامه. تحكي له عن كيفية سير الحياة يوم البعث، وفيها أيضا الدعاء الذي يتضرع به إلى الله. ستندهشون جدا عند سماعه. نصوص الأهرام أو كتاب الموتى ما هي إلا تعليم سيدنا إدريس عليه السلام، والذي حرف اسمه إلى أوزوريس أو أوزوريس، والتي علمهم إياها كما تخيلها المصريون القدماء. وإليكم مشهدا من كتاب الموتى نصوص الأهرام، والتي قدرت عدد النسخ التي وجدت منه بشكل سليم 20,000 نسخة. ستندهش وستتفق معنا جميعا أن المصريين آمنوا أن هناك بعث وحياة أخرى بعد الممات، وهذا كان شغلهم الشاغل، حيث أن فكرة الدار الآخرة شغلتهم أكثر مما شغلتهم الحياة الدنيا والتي أيضا عملوا فيها وأبدعوا فيها. ونرى ذلك جليا فيما تركوه لنا. أيضا آمنوا أن هناك من سيحاسبهم ويجب أن يحسنوا العمل لكي ينجوا من هذا الموقف وينعموا بتلك الحياة الأبدية. وهنا نرى أول مفاجأة، الدعاء المسمى بدعاء النفي الموجود بكتاب الموتى الذي يجب على كل متوفي وميت قوله والتضرع به إلى الله لكي ينجو. يقول هذا الدعاء: السلام عليك أيها الإله الحق، إله الحق، لقد جئتك يا إلهي خاضعا لأشهد جلالك، جئتك يا إلهي متحليا بالحق متخليا عن الباطل، فلم أظلم أحدا ولم أسلك سبيل الضالين، لم أحنث في يمين ولم تضلني الشهوة فتمتد عيني لزوجة أحد من رحمي، ولم تمتد يدي لمال غيري، لم أكن كاذبا ولم أكن لك عصية، ولم أسعى في الإيقاع بعبد عند سيده. إني يا إلهي لم أجع ولم أبكي أحد، وما قتلت وما غدرت بل وما كنت محرضا على قتل،
إني لم أسرق من المعابد خبزها، ولم أرتكب الفاحشة، ولم أدنس شيئا مقدسا، ولم أغتصب مالا حراما، ولم أنتهك حرمة الأموات. إني لم أبح قمحا بثمن فاحش، ولم أغش الكيل. أنا طاهر، أنا طاهر، أنا طاهر، وما دمت بريئا من الإثم فاجعلني يا إلهي من الفائزين. آمين. سبحان الله. بعد هذا الدعاء يعقل أن يقول أحد الغربيين الجهلة أن عبادة قدماء المصريين وثنية؟ أيعقل بعد أن يكتب في كتاب الموتى أنت الإله الواحد، ليس قبلك شيء وليس بعدك شيء، أن يأتي أحدهم ويدعي ويفتري كل تلك الافتراءات؟ قد يكون هذا المعتقد الخطأ الذي تبناه بعض الناس هو بناء على ترجمتهم الخاطئة للكلمة الهيروغليفية نتر، التي تضاف بجانب كل اسم. اعتقدوا أنها بمعنى إله، بينما معناها اليد القوية، أي أن هذه الأسماء التي اعتبروها آلهة ما هي إلا صفات لله تعالى، وما قد تشوه منها فهو بفعل الكهنة، إذ أن من كتب الحضارة هم الأقوياء الذين تصب في مصلحتهم أن يحولوا تلك الصفات الإلهية إلى آلهة مستقلة، وكل إله بقرابين وكهنوت فتزيد منافعهم. كتاب الموتى الجزء الرابع نصوص الأهرام وقبل الأخير، بتعد هذه الصورة هي جزء من أفضل وأشهر نسخة من هذا الكتاب، نظرا لاحتفاظها بألوانها بشكل كامل. وكما قلنا فأن كتاب الموتى هو الصورة الحية لتخيلات المصريين لما أخبرهم به نبي الله إدريس، أو كما سماه المصريون أوزوريس، عن يوم القيامة. وفي هذه الصورة سنبدأ الشرح من يسرها. يقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهنا رأى في الصف العلوي من اليسار يجلس الشخص أمام صف ممن أسماهم محكمة الحق، منتظرا المحاكمة العادلة. بالنزول إلى الجزء السفلي يسار نرى الشخص ذي الرداء الأبيض كما هي سنة إدريس عليه السلام، وهو يمسك بيديه ومعه أنوبيس مشهد الميزان، يأخذه ليكمل طريقه نحو مراحل هذا اليوم. الشخص لميزان الحق، ففي هذا الميزان يوضع القلب في كفة وفي الكفة الأخرى ريشة الحق معد. وهنا أيضا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. كان تصور المصري القديم لهذا المشهد أن قلبه سيوزن، فإن كان من أصحاب المعاصي والعياذ بالله ستغلب كفته كفة ريشة الحق ويكون من الهالكين، أما إن كان من الأخيار وغلبت ريشة الحق كفة القلب، هذا يدل إن قلبه خالي من المعاصي ويكون من الفائزين بالجنة الأبدية، أو يارو أو آرو. أما عن هذا الحيوان الواقف عم عمود، فهو يقف منتظر لالتهام القلب ذي المعاصي، وكان كنوع من الترهيب للشخص من فعل الأفعال السيئة من وكهة نظرهم. أما هذا الواقف بجانب الميزان فهو المسؤول عن تسجيل أعمال كل شخص. المشهد التالي حورس والشخص. بعد أن ينجح الشخص ويكون من أصحاب الأعمال الصالحة والقلوب الطيبة، يأخذه أحدهم الذي صور على شكل حورس الصقر. كان حورس رمز للحماية والقوة، يأخذه لمقابلة أوزوريس أو إدريس عليه السلام. وبهذا انتهى المشهد لتكتمل باقي الأحداث في باقي صفحات الكتاب البالغة 200، كتاب الموتى نصوص الأهرام الجزء الخامس والأخير، يتناول هذا المشهد: الرجل وزوجته يقفان بعد أن تجاوز المراحل السابقة المذكورة في الجزء الرابع. في الجزء العلوي يقف أمام أبواب الجنة السبعة يدخلوا ما قد قرر لهم أن يدخلوا، وفي الجزء السفلي يقفون أمام حدائق والأشجار والأقسام الأخرى بالجنة. انتهى، انتهى كلامي عن هذا الأمر. فالمصر القديم كما علمنا جميعا لم يكن
كما يعتقد البعض، وثانيا بل كان والحمد لله مؤمنا، ولكنه كان يكتب إيمانه خاصة في فترة الهكسوس، والذين كانوا يحاولون أن يفرضوا عقيدتهم ووثنيتهم على الجميع خشية من العقاب. وعشان كده الله سبحانه وتعالى تكلم عن مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون. أقول قولي هذا، وإلى اللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم مع مناظر الحساب والجنة والنار في اعتقاد الفراعنة وفي تخيلهم لهذا المنظر. وإلى اللقاء.